الاجنبي. يا حي الله عثمان. صحيح والله الاحساس كذا. احمد العوض. احمد العوض. والمتسابق الثالث والله توقع في محل فيصل عرجاني. فيصل العرجاني المجموع. اعطونا الدوار. اعطونا الدوار. ارسل ماشي زي يلا. اني شاك انك انت بتشل لي وكله. متى تبغى نسافر؟ يلا ارفع يا عثمان. بسم الله. وقف وقف. علقهم هلو. علقهم. احلى شيء يبغى جو التعليق. احلى شيء يبغى في السرعه. يلا يلا قاسلة السرعة. عندك 400 300 توقف. خلاص عارف. يلا احمد. انا هذا اتمنى. وقف وقف. اهربوا اهربوا. اطلع على يلا 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 يا عثمان. ارجع بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. هنا دقيقة. على الجعيد. لا لا دقيقة. لا دقيقة. على الجعيد الله. اللي خايمنا والله. علمني ليش تختار. دقيقة ليش ها؟ اي بعد اختارات من ليش؟ اختار ليش دقيقة. يا اخوي دقيقة. لا على الجعيد ما تعرفه. يا واد المشكلة مسفر تعال. اي صادق مسفر هنا تعال. والله ما تدري. ايه 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 مسفر تاخذ الدوار حق حبيبنا عثمان. وش الدوار وشو؟ علقهم. علقوا علقهم وعلقوا اشكالهم. عندك الست 300 وال 400. ايه قبل ما نبدا كل سعد علقهم. طيب يلا. يلا يلا يا فيصل اختار. يلا خليج. اعطونا الدوار الفيصل. كيف والله تغدر فيا وقف. دبل اثنين تبارك الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بشوف كان 400 يمكن 600 حدنا واحد حدينا. بلبرا وهدا وبراسي بلبرا. هلا حاضر بحاضر. خلني بس اطلع اسمه. عثمان عشان ندخله في القرعه ثاني مره. اضربك حلقه تعلقنا. حرب حرب حلقهم. تعليق 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 من مسفر. السؤال عليه. السؤال الاول يقول خلاص 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 كيفي شعبي ابي صفر انا بكيفي خلاص. اذا جاوب عليه ترى ما يخصم عليه بعد الظاهر. لا لا يخصم. لا لا يخصم. جاوب يعلق بين هذين يخصم. لا لا ما يخصم احنا معلقين خلاص. طيب مسفر واحمد وحبيبنا فيصل. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ الذي لا يلد ولا يبيض. هدوء بسرعه ما في وقت ترى. هذا بربك يا عقاب. وش ما ما يولد ولا يبيض؟ ايه حيوان. ايه وش الحيوان؟ بسرعة خلاص راحت عليك الإجابة. وش الإجابة؟ ذكر الحيوان. ذكر الحيوان. أبو الأسد. بس معك خصم الظاهر. تفضل. خلاص حيوان الدود. أنتم كنا على عالم من العلماء عشان ندخل السؤال. مسفر ياخذ. ما تقول سالم. لا ما يخصم عليه. اوه لا يقول دبل بعد. دبش. لا لا خلاص يلا ما في مشكله. حلو يظل السؤال. السؤال الثاني في الاسئله البديهيه تعتمد على السرعه. يلا. والله مصلط اليوم منفلت هو يا يلا يلا يا لورانسا مسفر. شباب هدوا هدوا هدوا. انا اللي اسمعها حتى بلعتها. السؤال يقول ما هو الشيء الذي لا يبتل حتى لو دخل الماء؟ هدوء. مسفر او فيصل؟ فيصل. سنج. الاسفنج. خطا. سنج يبتل. وشو وشو اللي يدخل اذا دخل المصدر؟ ها ما حد جاوب عليه. حديد يبتل. ما حد جاوب عليه. ها وشو ذا؟ الضوء النور لا دخل في ذا. حلوه. ما هو السنج طلع ما في شيء. طيب يلا هو هو خلوه. سالب 300 فيصل. انا دخل معي في ما هو الشيء اللي ما هو الشيء الذي اذا اكلته كاملا تستفيد منه؟ اصبر اصبر خليني اكمل السؤال. اصبر ها القم الحين. يا ابو البراء. جاوب جاوب يا ابو البراء. ما في وقت. اذا اكلته وش؟ تسوي الطعام. الطعام احسن. طعام. كمل السؤال بالله يا ابو البراء. خطا خطا. السؤال كمله. انا اعطي سؤال فانا اعطي سؤال فانا اعطي سؤال 300. يستاهل يستاهل يستاهل. وش لقفه؟ ما هو الشيء يلا ما هو الشيء الذي اذا اكلته كاملا تستفيد منه ولكن اذا اكلت نصفه تموت؟ سم 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 سمسم. سمسم. إيه. لو جبتها سؤال كامل ما عرفته. إيه. راح. جاوبه ما بعد كمل. هو سمسم هو طعام. يلا عطى. كلمة السمسم. سالب 300. يلا. اوكي. يلا عطونا. عطونا الدوار.
المجالات عفوا المجالات المجالات يلا 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 ادب ولغات ادب ولغات مسفر يلا احمد علوم علوم وتطبيقات رياضه رياضه حبيبي مع الرياضه من كره قدم منوعه يلا السؤال الاول يقول في الادب واللغات بلاد بحرف الحاء امس بسرعه يا مسفر ايش تبي بسرعه مسفر جاوب يقول بلاد ها يلا اسلم اسلم بسرعه تحدى بسرعه حاء يا اخي يا اخي قلب مشك دقيقه بعد ببلاد صح بلاد بسرعه راحت عليك خلاص انت بلاد 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 يقول ضيعتني بلاد ما قلت انت مدينه حايل لا 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 بلاد انت بلده طيب بلده يعني مدينه مدينه اي مدينه بحرف يا حبيبي يا ابو البراء ابو البراء سالب 400 ابو البراء لبيه للاسف ابو البراء في سؤال السؤال هذا زين السؤال بلاد او مدينه نفسها لا بلاد 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 يقول حطيم بلد يقول حطيم السؤال الثاني والله يا ابو البراء زين لو ادري انك تقول مدينه انا اقول حايل والله السؤال يقول يا اخي السؤال انا تعمدت اني اعطيك بلاد عشان تضيع طيب السؤال يقول في التطبيقات ها حلو وش يوجد هدوء 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 لا تتبع السرعه يوجد هاشتاج البرنامج في تطبيق تويتر تويتر اجابه صحيحه صحيح عليك سؤال بس خلاص هذا هو اذا 400 هاشتاجات وين تجي فيه في تويتر لا في هاشتاج انا احسبها انا احسب السؤال هذا ما خلاص في بالتيك توك طيب احنا اخترنا تويتر شو المشكله خلاص انت ودنك ودنك جاوبت عشان اقول البرنامج اجابه صحيحه يعني لو قلت لي انستغرام بقولك صح عليك لو قلت لي بقولك صح السؤال في الرياضه اللي حبيبنا فيصل ركز يا فيصل يا مسبر في أي عام كان آخر كأس للعالم؟ فيصل؟ عام 2018 2018 إيه إيه 18 19 20 21 20 أربع سنين إحنا 18 طيب ليش مو 17؟ هم يقولوا 17 لا لا مو 17 18 مرة أكيد إجابة صحيحة و400 سهم لفيصل غامرت لين 600 تربية الطلب عبد الله الروقي يستاهل طيب اذا التدبير عندك بعد شوي اعطونا المجالات اعطونا المجالات يلا يا مسفر يلا مسفر اختار المسفر لي لحالي صح اي يلا لحالك لا ما عاد بقى لحالك راح لحالك هذا مخمخ عليك ابعد لا لا, 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 لا خلاص الحين اختيارات اي لك لحالك نعم صحيح لحالي صح يلا ادب ولغات ادب ولغات مسفر يلا علوم علوم احمد نفس الشيء اسلاميات اسلاميات حبيب قلبنا فيصل السؤال المسفر يقول كلمة ابن لا همزة في اللغة العربية تسمى همزة وصل ولا همزة قطع ولا همزة متحركة ولا همزة استفهام متحركة متحركة إجابة خاطئة همزة وصل ما في خصم السؤال الثاني لأحمد من هو مؤسس تطبيق الانستغرام توماس أديسون بيل جيتس إيلون ماسك معي احمد عوض صوت رجاء او كيفن سيستروم مؤسس انستغرام اي نعم اول واحد توماس والثاني توماس ولا بيل ولا ايلون ولا كيفن سيستروم انا قبلت ثلاث منهم الاول ما قبلت احذف اثنين اثنين ايلون ماسك او كيفن سيستروم كيفن سيستروم او ايلون ماسك ايه ايلون ماسك هذا ما ارتحت لها ظهر لنا الثاني اخترت الثاني اختار الثاني ما تقول صح الظاهر لان فيه فيه حرف من مختلف الانستغرام خلاص 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 جاوب جاوب خلاص جاوب لا تنطوا جاوب اجابه صحيحه و300 لاحمد 600 وين 300 انت اخترت اجابتين انت اخترت اجابتين حبيبي ثلاث اي نعم هو فيه لانه مشتق من اسمه السؤال في طيب بدأ بالسؤال بدأ بالسؤال التدبيل عندك التدبيل اما 600 او 1200 السؤال يقول اي دبر خلاص يدبر خلاص ما قلنا شيء يبغى ياخذ ياخذها 600 يعني اذا صارت 300 ولا يصير 600 يصير 1200 اوصف ما جاوبت كم مره ذكرت ايه اقم الصلاه في القران الكريم هدوء ست مرات ثمان مرات سبع مرات خمس مرات عينك علي اصبر اصبر كم كم مره ذكرت اقم الصلاه في القران الكريم
ثنتين احذف لك ثنتين عندك سبع مرات خمس مرات خمس خمس مرات يا اخي انت ليش من يقول صح ليش صح وش بناء على ايش اجابه صحيحه و600 600 لفيصل 600 لفيصل اعطونا الاتصال اعطونا الاتصال نادره السلام عليكم نادره عليكم السلام صوتك يا نادره من وين تكلمينا يا نادره من حايل من حايل السؤال الاول جاهزه جاهزه بسم الله ارفعي صوتك ارفعي صوتك كم عدد الكلى داخل جسم الانسان كليتين ثنتين ما هو المرض الذي يصيب الانسان ويفقده الذاكره شو اسم المرض زهايمر كم يوم في الاسبوعين 14 من هو مخترع آلة الحاسبة؟ ها 40 ثانية تكسار شو اسمه؟ ما سمعتها يا شباب خطأ ما هي الصورة الملقبة بقلب القرآن؟ نرجع لها الصورة الملقبة بقلب القرآن قلب القرآن صورة قلب القرآن 20 ثانية الملك. ها؟ الملك خطأ ما هي الصورة التي لا تصلح الصلاة بدونها؟ وش الصورة اللي ما تصلح الصلاة إلا بدونها؟ الفاتحة الفاتحة اذكر ثلاث مدن في مصر ثلاث مدن في مصر انتهى الوقت المنيا الطيور خلاص انتهى الوقت والله سهلة القاهرة جاوبت على السؤال أبو عبد الله لا مخترع الآلة الحاسبة؟ لا ما جاوبته تكسر وش اسمه باسكال والله قالت باسكال يا وليد وليد كان يحكدنا وليد ما يسمع اها اذا اجابه صحيحه لباسكال اذا 1 2 3 4 يا نادره وين تكلمين من حايل نادره تكرمين من يا نادره بألف سهم أحمد العوض أحمد العوض وألف سهم تبارك الله ما شاء الله الأحمد تستاهل تعال يا مسفر أبعد على المنتاج يا حبيبي مسفر زعلان مسفر لا والله هاجي العواطف طيب إذن مسفر يحصل على سالب 700 مسفر عوض غير أحمد العوض 1300 سهم تعال العوض وفيصل 1100 سهم شكرا لهذه المجموعة المجموعة الرابعة